متتبعي قناه انفاس باريس، احنا الان في واحد من اهم مداخل مدينه الدار البيضاء، طريق مديونه. فاش نقولوا طريق مديونه يعني طريق وطنيه مهمه، ولكن فيها واحد مشكل ايضا مهم، مشكل يعني سالت المداد كثيرا حولها، ولكن باقي هو نفسه، هو اولا مزبله مديونه، وثانيا البركه اللي تتخلفها هذا المطرح مديونه. هذه البركه اللي كل ما صبت الشتاء الا وتتحول واحد مشكل عويص بالنسبه للسائقي المهنيين. انفاس باريس فتحت هذا الملف والتقت احد السائقين المهنيين وكذا عضو سابق في المجلس العمالة اقليم مديونه. اجي نشوف واش قالوا لنا. بما ان كنا اعضاء مجلس العماله، يعني لا مسؤولين اداريين ولا مسؤولين منتخبون، ان نطرقوا لهذا الموضوع هذا. وكان استدعاء الاخوان اللي مشرفين على القطاع ديال النظافه بمجلس المدينه على اساس باش يوضعوا واحد الحل جذري. وكانت حضرت الشركة السابقة اللي كان عندها التفويض ديال المطرح النفايات النظافة بالنسبة لمجلس المدينة، وكان بأن لا ديريدوي ديال المطرح النفايات هو 2012. كنتفاجئوا بأن العمر طويلا، وذلك بأعذار كثيرة، يعني الوعاء العقاري باقي ما لقاوش. هذا دابا تم الوعاء العقاري، انه يعني تمكنوا بانه يقتني واحد الوعاء العقاري كمجلس المدينه باش يكون هو كمطرح نفايات جديد بمعايير يعني دوليه كما قالوا الناس ديال مجلس المدينه. ولكن كيبقى المشكل المطروح هو هذا العقار اصلا، هذا المطرح النفايات الحالي، انه لا يستجيب الى المعايير يعني كما كنقولوا الدوليه للنفايات، كما كنقولوا بانه هو باقي مطرح عشوائي وباقي يعني لا دريدوفي. كيقول لك بان لا دريدوفي هو 2012، دابا تقريبا 9 سنين وهو مازال كيستقبل النفايات ديال الدار البيضاء، حيت المتنفس ديال الدار البيضاء هو هذا مطرح النفايات اللي كنشوفوا فيه. هذا مطرح النفايات هو المتنفس ديال الدار البيضاء، يعني بالنسبه لنا حنايا يعني لا فاعلين جمعيه ولا فاعلين منتخبين، داروا اللي جهدهم. ولكن كيبقى كيبان لي انا المشكل يا فوق المجلس الاقليمي، يا فوق جامعات مجاطيه ولا الطالبيه، يا فوق عامل اقليم مديونه، يا فوق وهو خص وزارات يعني قطاعيه اللي يعني تكون لا كونفيرجونس، يعني هذاك سميتو يعني المشكل ديال مطرح النفايات هو مشكل المطرح كمطرح هو مشكل كبير جدا، يعني يفوق المسؤولين الحاليين الاقليميين. اذا تتفق مع الراي اللي تيقول بان المشكل تاع المطرح النفايات والمخلفات ديالو هي قضيه حكومه ماشي قضيه مجلس بلدي ولا قضيه مجلس اقليمي؟ هي خاص المشكل يتحل على مستوى البرلمان. كان السيد النائب البرلماني الحالي انه طرح هذا المشكل على مستوى قبه البرلمان، ولكن لحد الساعه ان المشكل كيبان لك بان مشكل على مطرح النفايات جيد هو مصلح ترقيعي. علاش؟ كتشوف من البنيه التحتيه. انا اللي كنقول هو ان خاص واحد المكتب دراسات قوي جدا، لانه فايت انه عنده ملفات ديال المطارح، مكتب دراسات يوجد حل جذري نهائي لمطرح النفايات بالنسبه للدار البيضاء. علاش؟ لان دابا كنشوف بان ما عندناش لي جيراتوار، يعني المدارات، ما عندناش المدارات، يعني المدار باش كيخرج دابا المطرح الجديد غيطلعلهمش المشكل، يعني المدار ما كاينش مدار بين غيخرج غيدخل الشاحنه وتخرج الشاحنه، ما كاينش مدار اللي غادي يدور، يعني غادي تسبك ديزاكسيدون. بالنسبه للماده ديال الليكسيفيا خصها يعني حل. هاد الماده الليكسيفيا هي منتوج خاصو تا هو يستغل لتروسيكلا، يعني اهلو حيت هو كماده خصو يتاهل لحاجه اخرى. يعني بالنسبه لهاد النفايه، هاد الماده الضايه ديال الليكسيفيا هي تقريبا اكثر من 9 سنين وهي كاينه. يعني بالنسبه للمطرح النفايات كاين واحد الواد ديال الليكسيفيا كيخرج من كيتصب الشا كيخرج للطريق، وشوف ما بالك شوف لا سيركيلاسيون كيفاش دايره من الدار البيضاء والى، يعني الطريق وطنيه خاص التوسعه ديالها، خاص يعني خاص العنايه ديالها سميتو من اناره ضعيفه جدا، وبعض المرات كتلقى عاتمه في الليل، وبالليل كتلقى بعض المرات لي زاكسيدون شنو كيفاش كاين، يا اما كتخفي السرعه بالنسبه على غفله، يا اما تخفي السرعه بالنسبه للسائق المهني او البارتيكولي على غفله كتصدر لي زاكسيدون. هنا ترى ممكن تبحثوا في عند الدرك الملكي شحال ديال لي زاكسيدون كانوا هنا. بالنسبه خروج الشاحنات، يعني خروج ديال الشاحنات ما كاينش واحد المدار، وبالتالي كيكون ديما لي زاكسيدون. كاين واحد الماده ديال الليكسيفيا كتهزها في الرويده كتوصل لواحد البلاصه، واحد البلاصه كيكون فيها الاتربه، هذيك الاتربه الا فرانيتي كتقلب الطوموبيل وتمشي. وهذا ترى مؤخرا كاع سياره الاسعاف تقلبات هنا، يعني واحد المشكل كبير هو مطرح النفايات، هو مطرح يعني يفوق المسؤوليه ديال رئيس جامعه مجاطيه او رئيس مجلس اقليمي او عامل اقليم مديونه، وهو كما كنقولوا هو مسؤوليه قطاعيه، مسؤوليه ديال الوزاره،
ديال الحكومه، يعني تدبير النفايات في الدار البيضاء. وكنقولوا الدار البيضاء، يعني الدار البيضاء راه شي حاجه اللي كنقولوا بان 16 جامعه هذا، يعني الحموله ديالها عاد تستقبل النفايات ديال اقليم مديونه. يعني خاص شي حل جذري، لان الطرقات لا البنيه التحتيه ولا استقبال النفايات. هذيك الشركه اللي قالوا بان غادي تشد وغتخدم هاد العمال اللي اصلا هما خدامين يعني قديما في هذا المطرح، على اساس باش يديروا الروسيكلاج داخل المطرح النفايات. السي الحواصلي، هذا المشكل تاع الضايه اللي كاينه عندنا في اقليم مديونه، اشني الاضرار اللي تتسبب لكم نتوما؟ كما هو معلوم هالضايه هذه كترتب على المخلفات ديال الامطار اللي كتهاطل على المطرح ديال النفايات، وكتولي كتعمر هذه المنطقه هذه، كتاثر على الطريق هذه، لانه كتسبب في العديد من الحوادث. المجموعه ديال المواطنين اللي مروا من هذه الطريق هذه، ناهيك على ان هذه الضايه هذه هي ناتج ولا عصاره ديال الازبال اللي كاينه في هذا المطرح هذا، اللي فيها واحد الرائحه اللي هي كريهه وكريهه بزاف. الشيء اللي كيأثر علينا حنا كسائقين مهنيين هو انك فيما كدوز من هنا كتضطر انك تغسل السياره ديالك. الا ما غسلتيهاش راك غتعيش في الويلات لا من جراء هذه الرائحه هذه مع المواطنين ومع مستقلي هذا النوع ديال السيارات الاجره. هذا الشيء اللي هذا المشكل هذا حاولنا نهضروا فيه مع جميع المسؤولين بالمنطقه، ولكن لا حياة لمن تنادي. هذا ماشي وليد الصدفة ولا وليد اللحظة ولا وليد هاد السنة. هاد البركة المائية راه سنين وهي هنا، فيما كتكون شي أمطار غزيرة كتكون واحد البركة كبيرة اللي كتصعب المرور من هنا، مما كنضطروا أننا نغيروا الطريق. هاد الأمر هذا اللي كيرفع التكلفة ديال النقل بالنسبة لنا في استهلاك ديال الغازوال، ولا أنك حتى في التأثير على السيارة، لأن كنوليو كندوزو من طريق غير معبده اللي هي كتكرفص علينا حنا كسائقين وكتكرفص على السيارات ديالنا. كفاعل جمعي ولا كمنتخب سابق باقليم مديونه، ان خاص يعني الحل هو ان مكتب دراسات قوي يوضع واحد الخطه او استراتيجيه لنفايات الدار البيضاء هنا باقليم مديونه، لان هو المتنفس الوحيد ديال مدينه الدار البيضاء. وبالتالي انا كنشوف بان اعاده هيكله طريق مديونه باش تكون يعني طريق بمعنى كلمة طريق مديونة طريق وطنية، لأن تقوية الإنارة، تعزيز المدارات، يعني جيراتوار، يعني كنقولوا تل عند الشركات ديال المولين جليش كتشوف بأن ما كاينش واحد الحل. ديما كنلقاو يعني إلا كنت أكسيدون وحدة كتبلوكا ما عند المولين جليش تل جيت مطرح النفايات طريق. يعني خاص حلول لطريق مديونة، إعادة هيكلة طريق مديونة يعني بمستوى طريق وطنية. يعني هذا هو اللي باش نوصلوا على الاقل نوصلوا طريق وطنيه. مطرح النفايات في المستوى الدولي اللي كيكون مثلا كاين منتج، يعني مطرح النفايات منتج، يعني اول حاجه هي مكتب دراسات قوي من اجل يعني التخلص من هذه المعضله القويه، واستغلال ماده الاكسيفيا باستغلال يعني استغلال منطقي صناعي، يعني اللي ما يكونش يضر البيئه.